نشرة رئيسة لأهم الأنباء، أهلا بكم. نبدأها بأهم ما فيها. العدل تعلن شمول 400 امرأة وطفل بالعفو الخاص المرتقب وسط دعوات لإقرار قانون العفو العام. رئيس الوزراء يناقش عقود الطاقة مع مبعوث أمريكي ويرعى عقد مصفى الفاو الاستثماري مع الصين. إدانات الإساءة للصحابة تتفاعل، شيوخ ووجهاء الأنبار يدعون إلى الوحدة الوطنية في مواجهة دعاة الفرقة والفتنة. أهلا من جديد. أعدت وزارة العدل قوائم بأسماء الموقوفين في السجون التابعة لها، مبينة أن أعداد الذين سيشملون بالعفو الخاص من الأحداث الأطفال والنساء يبلغ عددهم نحو 400 موقوف. وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد العابي إن العفو الخاص سيشمل الأحداث والنساء المحكومين 3 سنوات فما دون، ويكون إما قد أنهى سنة أو بقيت سنة من مدة محكوميته، مشيرا إلى أن المتهمين بالقتل وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية وغسيل الأموال والحق الشخصي غير مشمولين بالعفو الخاص، مؤكدا أنه ولغاية اللحظة لم يصل أي كتاب من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء بشأنه. في بغداد بحث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بيات تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة بحضور السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي. من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية إلينا رومانسكي أن بلادها يمكنها مساعدة العراقيين على الازدهار من خلال توفير الكهرباء على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. في غضون ذلك رعى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مراسم توقيع عقد مشروع مصفى الفاو الاستثماري، أحد المشاريع التابعة لميناء الفاو الكبير، بين شركة مصافي الجنوب والشركة الصينية CNCEC لزيادة الطاقات التكريرية في العراق واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير المنتجات النفطية محليا. هذا وكان السوداني قد تابع عبر دائرة تلفزيونية سير العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يعد من المشاريع التنموية والاقتصادية المهمة المار عبر طريق التنمية الاستراتيجي، والذي يندرج ضمن خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل غير النفطية للبلاد. يكبد وقف تدفق نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي العراق خسائر فادحة تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، والسبب يعود لقانون النفط والغاز المعطل حسب لجنة النفط والطاقة النيابية. قرابة 15 مليار دولار خسائر العراق جراء توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي منذ أن أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تدفق النفط إلى أنقرة وأمرتها بدفع تعويض مالي بقيمة 1.5 مليون دينار. إيقاف تدفق 450 ألف برميل يوميا، ما زال الأقليم يدفع تبعاتها غاليا ويستمر في مفاوضاته مع بغداد لإعادة استئناف التصدير. بالتأكيد هنالك خسارة كبيرة نتيجة مع عرقلات ومعوقات السياسية ليس دستوري وقانوني عندما وضعت العصا في عجلة عدم تصدير نفط الأقليم نتيجة الحسد والغيرة تقدم والازدهار التي شهد الأقليم كردستان، وكان هنالك جهات راغبة بأن لا تكون هذه الرافضة الأساسية التي ترفض الموازنة بعد اتفاقات التي وقعت سياسيا فنيا. الأزمة قانونية أكثر مما هي فنية، هذا ما تقوله لجنة النفط والطاقة النيابية، وترهن حل القضية بتشريع قانون النفط والغاز المعطل سياسيا
والذي يتحمل جزءا من خسائر توقف تصدير النفط. الأهم واللي يجب أن يحسم هو موضوع قانون النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وبين أربيل، لكن هذا الموضوع هو حال ملفات السياسية اللي صار لها سنوات طويلة لم تحسم، بسبب مرة تداخل الصلاحيات ومرة ابتداء من الإقليم، أخواننا الإقليم اللي هم ملتزمين على أنفسهم بتعاقدات سابقة، وإحنا كلجنة نيابية بالنفط والغاز لم يصل لحد الآن مشروع التعديل القانون، وأكيد إذا كملت اللجان الفنية المشتركة بين الإقليم وبين بغداد إحنا راح نكون جاهزين لإصدار قانون يضمن حق الجميع. وتبلغ المساعي الحكومية بين بغداد وأربيل ذروتها لإنهاء هذا الملف الشائك عبر تشكيل لجنتين بين الإقليم والمركز تتولى حلحلة المشكلات العالقة بهذه القضية، ومن المتوقع أن ينتج عنها اتفاق مع حكومة الإقليم وشركات نفطية أجنبية لاستئناف تصدير النفط على هامش زيارة وزير النفط الأخيرة لأربيل. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ورئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني على إدامة الحوارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف الصعد في إطار الوصول إلى حلول مستدامة ضمن الدستور والقانون. وبحث الجانبان في بغداد العاصمة الوضع العام في العراق وإقليم كردستان والقضايا المشتركة بين الجانبين، كما ناقشا برنامج عمل الحكومة الاتحادية وخطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية في البلاد. أكد رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري ورئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني على ضرورة إجراء انتخابات برلمان الإقليم بما يضمن مشاركة الجميع ووضع الأطر لضمان عدالة إجرائها. جاء ذلك خلال لقائه برئيس الإقليم في مكتبه ببغداد، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة قضايا تخص البلد بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص. كما بحث رئيس القضاء الأعلى فائق زيدان مع رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني عددا من القضايا التي بحاجة إلى معالجات قانونية. في ثالث زيارة خلال العام الجاري، رئيس كردستان جرفان بارزاني في بغداد لبحث الملفات العالقة بين المركز والإقليم. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي. زيارة ثالثة لرئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني إلى بغداد لاستكمال المباحثات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وفق المبادئ الثلاثة التي ينادي بها الإقليم: الشراكة والتوافق والتوازن. فمسيرة البحث عن حلول توافقية لأغلب الملفات العالقة والتي تتعلق بالرواتب والموازنة والانتخابات وتصدير النفط ما تزال مستمرة. هي زيارة دورية ويجب أن تكون مستمرة وموجودة على الأقل لمناقشة ما يربط الإقليم ببغداد والعلاقات الاتحادية، ولكن في الظرف العراقي هذه الزيارات يجب أن تكون موجودة دائما ومخطط لها، وأحيانا تكون مفاجئة. الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد أن هناك بوادر خيرا خلال الحوارات الأخيرة، وهناك تجاوز لمرحلة الخلافات الصعبة والعميقة، ووصلنا إلى مرحلة الخلافات التي يمكن تسميتها بالسهلة وهي قابلة للعمل من خلال الدستور والاتفاق السياسي. زيارات ولدت إشادات ارتياحا شعبيا واسعا. أنا طبعا أرحب وأشكر السيد نيتشرفان البرزاني رئيس إقليم كردستان. طبعا هذا الزيارات، هاي الفترة الزيارات راح البغداد وجا وفد وراح وفد، طبعا هذا إلى دور طبعا العلاقات تتقوى، ولو الحمد لله احنا يعني عندنا تفاؤل، يعني العلاقات تصير احسن من ما كان قبل. لازم يكون يعني يكون علاقة طيب واكثر، لانه يعني اذا كان يصير طيب اكثر يكون حركة طرفين. هناك بعض الناس من شمال العراق عندهم شغل يعني في بغداد، يعني يكون تجارة يكون بعد احسن اقوى. تأتي زيارة رئيس الإقليم بعد زيارة أجراها مؤخرا إلى طهران وما حملته من أجندات مهمة، في حين حددت المحكمة الاتحادية السبت المقبل موعدا للدعوة المقدمة من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن توزيع مقاعد برلمان كردستان. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.
وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية. السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل الموافق 19 آيار لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي تتولى إعادة دراسة مشروع قانون معهد الوظيفة العامة وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. في الأنبار، زار أعضاء كتلة الاستقرار مؤسسة الشهداء والجرحى في المحافظة للاطلاع على سير العمل ومناقشة سبل إطلاق المستحقات المتأخرة. ضمن جولاتهم المعتادة، عدنان الكبيسي وأعضاء كتلة الاستقرار في مجلس محافظة الأنبار يطلعون على سير العمل داخل مؤسسة الشهداء والجرحى لتذليل العقبات أمام المتضررين والسعي لحل المعوقات التي تواجههم وإطلاق مستحقاتهم ورواتبهم المتوقفة منذ أكثر من عامين. شكاوي جدا جات صنة من المواطنين، ارتئينا أن نتفرغ اليوم كاملا إلى هذه المؤسسة، تابع سير عمل الموظفين، نستقبل الشكاوي، أغلب المعاملات تحتاج إلى مراجعة بسيطة، أكو تقصير من بعض الموظفين، اليوم عندنا قلة موظفين بيها، عندنا بناية ضيقة، فخلينا شوية نتحلى بالصبر، صبرت بما فيه الكفاية، اليوم احنا موجودين لخدمتكم، رح نتواجد بأكثر من مرة بهذه الدائرة لاستقبال شكاويكم. كانت لنا زيارة إلى مؤسسة الشهداء لتفقد أحوال المواطنين في هذه المؤسسة والوقوف على المشاكل وإيجاد الحلول. التي تخدم المواطن في هذه المؤسسة. وجدنا الكثير من المعاملات المتوقفة وهي مستوفية الشروط، ولكن بسبب نقص في المعاملة يخص بغداد، المؤسسة في بغداد، وهذه التوقفات أثرت على إطلاق كثير من المعاملات. أكثر من 57 ألف إضبارة خاصة بشهداء وجرحى الأنبار توقفت منها 23 ألف معاملة بحجة التزوير، ليبقى أصحابها بلا رواتب أو مستحقات تعينهم بعد أن فقدوا المعيل أو أجزاء من أجسادهم. عندي 4 شهداء، طلع لي مال عامر بال 2006 انكاتل، بال 2019 طلع لي، بال 2021 قاضى. ها اليوم سنتين أروح وأجيب تعبانة، والله زلمتي ولدي 4 ما جاي مشون، ولا ينتبهونه. التدقيق الأمني كان من أهم أسباب تأخر إنجاز المعاملات، فرغم إلغاء العمل بهذا النظام في محافظات عدة ما تزال الأنبار تعمل به، والذي يستغرق ما يقارب عاما كاملا إلى حين صدوره، أما بالرفض أو القبول. من الأنبار، دريس يحيى، قناة الفلوجة. أدان مجلس وجهاء وأبناء الفلوجة المستقل التصريحات المسيئة للرموز الدينية التي يحاول مطلقوها تمزيق اللحمة الوطنية وتغذية الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مطالبين بتحرك من قبل السلطات الثلاث لتفعيل قانون يجرم تلك التصريحات التي تثير النعرات الطائفية. إن مجلس وجهاء وأبناء الفلوجة المستقل الذي يمثل شريحة واسعة من أبناء الفلوجة يدين وبشدة كل أشكال التجاوزات على رموز أمتنا وديننا الحنيف من الخلفاء الراشدين وبقية الآل والأصحاب رضي الله عنهم جميعا الذين حفظوا لنا القرآن وفتحوا الفتوحات الإسلامية، وإن من شأن هذه التصريحات والتجاوزات أن تمزق اللحمة الوطنية لشعبنا وتذكي روح الكراهية والحقد والفرقة بين أبناء البلد الواحد، وهو ما يهدف إليه أعداء الإسلام وأعداء شعب العراق، كما أنها تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار والأمن المجتمعي
وانتهاكا للدستور والقوانين ودعوة صريحة لإحياء الصراعات والحروب الطائفية لا سامح الله. كما يدعو المجلس المرجعيات الدينية الرشيدة للتصدي الحازم لمثل هذه التجاوزات والإعلان صراحة بحرمة التعرض لرموز الأمة الإسلامية وإسكات تلك الأصوات المنكرة، ودعوة مجلس النواب والحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة ضدها، ودعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تفعيل قانون تجريم مثيري الطائفية وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم. عبر عدد من الناشطين والأكاديميين في الرمادي عن استيائهم من تصريحات النائب علي التركي التي تثير النعرات الطائفية وتسيء إلى الرموز الدينية المقدسة للمسلمين، مشددين على أهمية اعتماد الخطابات المعتدلة التي تدعو إلى الوحدة لا الفرقة. بين فترة وأخرى يطلع علينا يعني أشخاص من يعني خلينا نقول عامة الناس يحكون بمواضيع طائفية تسبب إلى إثارة النعرات الطائفية اللي ما صدقنا على الله خلصنا من عندها، ولكن المؤسف والمعيب أنه يطلع شخص نائب بالبرلمان يتمتع بحصانة والدولة تصرف عليه مليارات سنويا يثير النعرات الطائفية ويسب الرموز الدينية المقدسة بالنسبة لنا كأبناء شعب العراق كمسلمين بصورة عامة. اليوم وقفة استنكار إلى من يتجاوز على الصحابة وعلى كل الطوائف بمسمياتها. اليوم نحن ننتقل من مرحلة مظلمة ألا وهي مرت مرحلة داعش على كثير من الدول وكان العراق من ضمنها، فيجب أن يكون الخطاب ديني معتدل لجميع الطوائف. احنا هوية العراق دولة إسلامية، الصحابة الكرام تاج على رؤوسنا، تسمع زين لسي ترى احنا كنا نكون ضحية لهؤلاء لان هم رموزنا واحنا عشنا من اجلهم. في غضون ذلك استنكر أئمة وخطباء محافظة صلاح الدين التصريحات المسيئة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي صدرت من نائب في أعلى سلطة تشريعية في العراق، داعين رئاسات الثلاث إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد مثير الفتنة بين أبناء الشعب العراقي. للأسف الشديد تظهر مثل هكذا أمور من نائب في هذا البلد من أعلى سلطة تشريعية، فكيف ببسطاء الناس؟ لابد أن نبدأ بأمثال هؤلاء وأن يطبق عليهم القانون وأن يحاسبوا حسابا شديدا حتى نحافظ على لحمة هذا البلد، نحافظ على السلم المجتمعي في بلدنا الكريم. حقيقة الإساءة لأمثال هؤلاء الكبار العظماء من أعظم الأمور التي تثير الطائفية والفتن في بلدنا الحبيب، ولا سيما بلدنا بدأ في هذه الآونة الأخيرة نحو الازدهار ونحو الرقي. نلتمس من الرئاسات الثلاث أن تحاسب أمثال هؤلاء الذين يثيرون الفتن ولا سيما من الطبقة والسلطة العالية في البلد. إلى نينوى حيث استنكر مواطنو وأئمة مدينة الموصل الأصوات النشاز التي ترتفع بين حين وآخر للإساءة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإثارة النعرات الطائفية، داعين الحكومة إلى جدية التحرك وتشريع قانون يجرم كل ما من شأنه إثارة الطائفية وإعادة العراق إلى المربع المظلم. ونحن كأئمة وخطباء يعني مدينة الموصل فإننا ندعو الحكومة العراقية إلى تشريع قانون تجريم الخطاب الطائفي ومحاكمة كل شخص من شأنه التطاول على رمز من رموز صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيته الكرام، كما أننا نشكر ديوان وقف السني الذي رفع مذكرة يعني تحقيق لهذا الأمر إن شاء الله تعالى، والتي من شأنها أن تسفر بنتائج إيجابية. هذا ما نرجوه من قانون العراقي وهذا ما نرجوه من قضائنا العراقي الموقر. ونحن نقول للسيد رئيس الوزراء أو للمحكمة الاتحادية، نقول لكل الجهات التي تريد إعادة إعمار العراق،
هذا الخطاب دليل واضح على أن هذه الجهات تريد إثارة النعرة الطائفية بعد أن فشلت بشعاراتها التي كانت تطلقها سابقا ضد الأمريكان والاحتلال الأمريكي. لما بدأت تتوقف عن لعن أمريكا وضرب أمريكا، حاليا بدأت توجهت إلى الشعب العراقي الطرف الثاني أخوانهم في الوطن السنة ويريدون إثارة النعرة الطائفية. أكد مسؤول دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوكيان جعفر أن حكومة إقليم كردستان لن تغلق مخيمات النازحين في المحافظة، مؤكدا أن النازحين لهم الحرية الكاملة للبقاء في المخيمات أو العودة إلى مناطقهم. جعفر أشار إلى أن التدابير التي تفرضها وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد تستهدف الضغط على المنظمات الخيرية للتراجع عن دعم النازحين وترك المخيمات، حيث تسعى لإجبار النازحين على مغادرة المخيمات والعودة إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار جهود حكومة الإقليم بدعم النازحين بعد تقليص المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية. تشهد ذي قار خلال العام الحالي ارتفاعا مخيفا في عدد حالات الانتحار، حيث سجلت أكثر من 40 حالة، هي الأعلى بين المحافظات العراقية. حالتا انتحار أسبوعيا تسجلها ذي قار في تزايد غير مسبوق لأعداد المنتحرين، حيث سجلت أكثر من 40 حالة خلال العام الحالي، والتي تعتبر أعلى نسبة سجلت في المحافظة مقارنة بالأعوام الماضية. للأسف أعداد عبرت 40، يعني منذ بداية العام 40 حالة انتحار أو ما يزيد، يعني أو يزيد من ذلك، وهذا رقم جدا مخيف على مستوى ذي قار. ندعو وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لمحاسبة ومتابعة مروجي المخدرات والسيطرة على الشارع وعلى المقاهي التي تتعامل بهكذا ممنوعات، كون ذلك يهدد نسيج المجتمع العراقي والذي قاري بالخصوص. تطور خطير تشهده ذي قار هذه الأيام، حيث يحذر متخصصون من استفحال هذه الظاهرة التي غزت حتى الشباب وهم في مقتبل العمر، لتتفاوت أسباب الانتحار، منها بسبب الوضع المعيشي وآخر يعود إلى الوضع النفسي، إضافة إلى انتحار أشخاص ينتمون لجماعات دينية متطرفة آخرها اليوم لشاب من قضاء الرفاعي. ندعو أيضا إلى التحقق من دقة توصيف حالات الانتحار، هل هي حالات انتحار أم حوادث أخرى؟ هذه قضية مهمة لأنها تعطينا كباحثين أرضية معلوماتية للانطلاق نحو دراسة الحالة وتحليلها ورصد هذه الظاهرة وتشخيصها ووضع العلاجات لها. هناك أمور دخيلة على محافظة ذي قار، منها ما يشاع في الفترة الأخيرة هم العلاهية أو كذا أو ما شابه ذلك من التسميات، والانتحار ما يسمى بالانتحار القربان وغيره من هذه الأمور. لذلك يعني نتمنى من الجهات الأمنية التدقيق والتأكيد على مثل هذه الحالات. وبحسب المنظمات الدولية والمحلية، فإن ذي قار تحتل الصدارة بين المحافظات العراقية التي تسجل حالات انتحار، ما يتطلب جهودا استثنائية من الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة. أصدرت خلية الإعلام الأمني توصيات لتسهيل حركة الشاحنات ودخولها للمدن، تضمنت أن يكون تفتيش الشاحنات في السيطرات الرئيسية على الحدود الإدارية للمحافظات فقط ولا يكون في السيطرات الداخلية. وذكرت الخلية في بيان لها أن تحديد مسار مرور المركبات المحملة بالبضائع بجميع أنواعها الواردة من أربيل ودهوك والداخلة عن طريق منافذ إبراهيم عن طريق منافذ حاج عمران إبراهيم الخليل سيكون من خلال نقطة التفتيش الجمركي والأمني سيطرة السد حصرا، كما حدد مسار المركبات الواردة من السليمانية
والداخلة عن طريق برويس خان باشماخ من خلال نقطة التفتيش والتدقيق الجمركي والأمني سيطرت باوة محمود حصرا وتكليف قيادة شرطة ديالى بالتنسيق مع إدارة المحافظة لاتخاذ موقع بديل للسيطرة الحالية بما يؤمن متطلبات العمل الجمركي والأمني. وكان عدد من سائقي شاحنات النقل احتجوا عبر الفلوجة من الإجراءات المشددة من قبل السيطرات الأمنية الموجودة على الطريق الدولي بين المحافظات، وأكد السائقون أنهم يواجهون تعقيدات أمنية في أثناء مرورهم بالسيطرات الأمنية ما يضطرهم للوقوف ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، لافتين الانتباه إلى أن تلك الإجراءات تؤثر في الوضع التجاري وتساهم بتعطيل الحركة المرورية. ومن السيطرات والسونارات احنا على باب الله، احنا تجمعنا ومعاناتنا من الشارع ومن السيطرات والسونارات، احنا على باب الله، الله عندنا سيارات يعني شنو نبوق نقعد يعني شلون تجي على السيطرة شو محمل تنزل سونار بالسد، سونار بالموصل، سونار بسامرة، سونار هذا مال الصقور، هذا انتقام 20 ساعة ظل واقف لما تعبر الصقور، ايش عندنا احنا؟ تصل بها البصرة مرتين وترجع، عندنا كتب رسمية، عندنا برقية، عندنا كتب رسمية من رئيس الوزراء يطبقها يقول لك هذا واجبي، يظل يكتب على راحته، يعني هو من ولادي ما يصير يخليني واقف ساعة ساعة ونص بس يكتب لي مساري. استاذي أنت شايف طريق استراتيجي دولي ينسد من 12 بالليل للصبح. السرة يصل مدري لسيطرة البيشمركة الكرات ينسدون عليه الطريق وبالنهار يفتحوه ساعتين بساعتين السونار ينسد السرة مدري لوين يصل، ثم تجي أنت عندك منفست مرسوم جمهوري يجيك يوديك فرق رسم على الشمالية، فرق رسم أنا رايح هسه أشوفك الوصل أربع أيام بالجمرك دافع 51,000 ونص، الله وكيلك أربع أيام بالجمرك على مدى 51,000 ونص فرق رسم. أنا جاي أطب رابس كان سونار جايبينه بمليار مدري مليارين جايبينه الدولة، أنا جاي أطب رابس كان أطلع حملي أثاث أو حملي حلويات أو أي كان حملي أطلع أطب على الساحة يقول لي افتح الشادر، افتح الشادر نزل لي جورة افتح لي الحمل، يقول لك أريد بفلان مكان تفتح لي جورة، زين أنا طابب منافس رسمي أوراقي رسمية ما عندي لا محمل دفن ولا عندي أي شيء ممنوع. في ديالى تكافح دائرة الصحة ظاهرة الأدوية المهربة من خلال جولات تفتيشية على الصيدليات والمستشفيات وإلقاء القبض على عدد من المهربين. أكثر من 200 طن من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية ضبطت في ديالى خلال الفترة الأخيرة. شاحنات تحمل هذه الأدوية يطلق عليها المركبات السوداء وذلك لمخالفتها الشروط الصحية، إذ تدخل المحافظة بطرق غير شرعية من السيطرات المحاذية لإقليم كردستان. تم ضبط 200 طن من الأدوية المهربة التي تأتي من إقليم كردستان عبر سيطرة مدرع بين في قضاء الخالص وسيطرة بابا محمود في قضاء خانقين. بعد ما كانت السيطرات موجود بها الأمن الوطني والجريمة المنظمة، اليوم صار تعاون أكثر، زج عناصر الصيدلة من قسم التفتيش في هذه السيطرات لأن هم أصحاب قرار وأصحاب خبرة بهذا الموضوع. جولات تفتيشية على الصيدليات الأهلية وحتى المستشفيات، هذه الإجراءات لقسم التفتيش التابع لدائرة الصحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من هذه الأدوية المهربة أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المهربين وإحالتهم إلى القضاء العراقي. التعاون مع الجهات الأمنية المتمثلة بالجريمة المنظمة والأمن الوطني وحتى مع جهاز المخابرات تم إلقاء القبض على أشخاص عديدين لنقل هذه الأدوية وكميات كبيرة تتجاوز 200 طن من هذه الأدوية الغير مفحوصة.
ويبقى المواطن ضحية هذه الأدوية التي ما يزال البعض يتعامل بها خصوصا تحت مسميات غير معروفة وذات مناشئ رديئة وبأسعار مرتفعة ومختلفة بين صيدلية وأخرى بحسب اتفاق الأطباء مع هذه الصيدليات. يعني هسه انا كمواطن اطب الصيدليه على مود علاج الجيب مثلا من نفس العلاج من شركتين او ثلاثه بسعر، اروح صيدليه اخرى راح الجيب سعر ثاني. يعني نطالب وزاره الصحه، نطالب الجهات الرقابيه تتابع هذا تتابع هاي الاسعار. ويطالب الأهالي تجديد الإجراءات الأمنية في السيطرات الخارجية لمنع دخول الأدوية المهربة للمحافظة حفاظا على صحة الأهالي وخصوصا الطبقة الفقيرة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. العدل تعلن شمول 400 امرأة وطفل بالعفو الخاص المرتقب وسط دعوات لإقرار قانون العفو العام. رئيس الوزراء يناقش عقود الطاقة مع مبعوث أمريكي ويرعى عقد مصفى الفاو الاستثماري مع الصين. إدانات الإساءة للصحابة تتفاعل، شيوخ ووجهاء الأنبار يدعون إلى الوحدة الوطنية في مواجهة دعاة الفرقة والفتنة. والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بعافية. We'll be right back.